سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق أبشر. عذرا، يوجد خلل. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق أبشر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق أبشر. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم أبشر. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.